نحاول نعمل هنا بقى اخر حاجة ان احنا نجرب الكود. ايه الكود بتاعنا؟ هدخل رقمين واقول له احسب لي الافريج بتاعهم، هيطلع الافريج ايه؟ ب4.5. فمعنى كده ان البرنامج شغال ايه؟ مظبوط. تعالوا نبص بقى على شكل المين بعد ما اتوضبت كده. انت هنا عندك بقى بيقول لك، بيقول اليوزر دخل سطر، دخل رقم، بتقرا السطر، بتقارن السترنج بكويت، اما كانش بتشوف السترنج اللي جه ده كله ديجيتس ولا لا. لو كله ديجيتس بتقلبهم من اسكي تو ايه؟ تو انتجر. وبعد كده بتجيب الافريج للايه؟ للارقام اللي انت ايه دخلتها. الفكره ان احنا هنا مش بنزود عدد الفايلات سواء الهيدر او السي فايل، الفكره ان احنا بنقسم البرنامج بتاعنا لصوره ايه؟ مودولر. طبعا اللي احنا عملناه ده حاجه تريفيال، ان كل فانكشن في فايل ليها فايل هيدر فايل وسي فايل، ده حاجه ايه؟ تريفيال. المفروض لو الديزاين اتعمل مظبوط واتعمل الاستراكشرنج بتاع الامبلمنتيشن مظبوط، الدنيا تبقى مور افيشنت عن ايه؟ عن كده، وتبالانس ما بين الايفورت اللي بيتعمل مع الايفورت اللي بيتاخد عشان اعرف اديباج واطلع المشاكل اللي فين؟ اللي في الكود.